استمرار معاناة المغتربين أصحاب السيارات الدفع الرباعي، ومع قدوم شهر رمضان المبارك هناك معاناة إنسانية في منفذ الوديعة، وهناك صمت شديد للأسف الشديد. عوائل وأطفال ومسنين لهم أسابيع موقفين بسيارتهم يريدون العودة إلى بلادهم، ولكن ليس هناك من يجيب مطالبهم، فهم في حالة غير إنسانية يرثى لها. فنرجو من كل يمني الوقوف مع هؤلاء كلا حسب استطاعته، والعمل على إيصال معاناتهم للعالم والمنظمات الدولية والمحلية.